قتيل بالفكر والتحليل. آياته كالنور لا ترتضي بمثيل. قد أعجز البلغاء والنص خير دليل. ما رتل الرحمن وأتى به جبريل. أين الذي يرضاه؟ أين العقول؟ أين العقول؟ دكتور عبد الدايم الكحيل، الأستاذ الإعجاز العلمي في القرآن الكريم والسنة النبوية، في بعض الأبحاث العلمية الأخيرة توصلوا أن في فرق كبير بين قلب الرجل وقلب المرأة من حيث الشكل ومن حيث المواصفات، فما هو رأي حضرتك في هذا الموضوع يا دكتور؟ الحقيقة هناك فوارق كبيرة جدا جدا بين الذكر والأنثى، ليس على مستوى القلب بل في الدماغ وفي القلب وفي كل شيء. هناك فوارق كبيرة جدا كشفها العلماء مؤخرا، حتى إنهم وجدوا أن دماغ الأنثى يحوي خلايا أقل من دماغ الرجل بنسبة تصل من 15 إلى 20%. يعني كمية الخلايا أو عدد الخلايا العصبية الموجودة في دماغ المرأة أقل ب20% من عدد الخلايا العصبية الموجودة في دماغ الرجل. سبحان الله. هناك عمليات كثيرة جدا فيها خلاف بين الذكر والأنثى، سأعطيك أمثلة على ذلك. آلية قلب الرجل تختلف، أو آلية عمل قلب الرجل تختلف عن آلية عمل قلب المرأة، وهذا القلب طبعا مرتبط مع الدماغ. فالمرأة كل الأشياء التي تحصل أمامها يكون هناك رد فعل في الدماغ. عندما قام العلماء بدراسة أخضعوا دماغ امرأة ودماغ رجل للمسح بالرنين المغناطيسي الوظيفي، طبعا هذا كله ينعكس على القلب أيضا أكيد، ماذا وجدوا؟ وجدوا أن دماغ المرأة يعمل بطريقة مختلفة عن دماغ الرجل، حيث إنك إذا جئت بموقف معين عرضته أمام رجل وأمام امرأة، فإن المنطقة التي تعمل في دماغ الرجل وتنشط تختلف عن المنطقة التي تنشط في دماغ المرأة، مع العلم أن الموقف واحد أو الحدث واحد. مع أن زمان كنا نعلم أن فيه فرق بين قلب الرجل وقلب المرأة. لا أبدا، وهذا ينعكس على القلب. يعني مثلا عندما يتعرض الإنسان لموقف فيه خوف، مثلا يخاف من شيء معين، الرجل ربما ينشط في دماغه مراكز تتعلق بتهيئه للدفاع عن نفسه، المرأة رد الفعل مختلف. لذلك قرر العلماء أن هناك خلافات كثيرة جدا جدا بين قلب الرجل ودماغه وبين قلب المرأة ودماغها. سبحان الله. نعم. طب هل في قرآن الكريم وسنة نبينا تطرق لهذا الفرق من زمئات السنين يا دكتور؟ طبعا النبي عليه الصلاة والسلام أشار في أحاديث كثيرة عندما قال عن النساء ناقصات عقل ودين، وفهم هذا الحديث خطأ طبعا، لأن نقصان العقل هنا لا يعني انتقاص من المرأة، هو نقصان في عدد خلايا دماغها فقط، وهذا يضمن يعني الحياة السعيدة للمرأة، لأن المرأة لو كانت مثل الرجل كارثة. تصور نفسك تعيش في حياتك الزوجية والاجتماعية مع رجل، لا تستطيع طبعا. فلذلك لابد أن يكون دماغ المرأة له تصميم ينقص بحدود 20% عن دماغ الرجل، وبالتالي النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى ذلك، إلى هذه الحقيقة، ليس نقصان عقل إنما نقصان في خلايا دماغها. القرآن الكريم قال قبل 1400 سنة وليس الذكر كالأنثى في كل شيء. هذه آية عظيمة من آيات الإعجاز العلمي، تؤكد أن الذكر يختلف عن الأنثى في كل شيء. لذلك المحاولات التي يعني جاءوا بها في الغرب الملحدون والعلمانيون، قاموا بمحاولات للمساواة بين الرجل والمرأة، كلها فشلت، حتى إن أحد الباحثين حديثا يدعو لضرورة فصل الجنسين أثناء التعليم منذ المراحل الأولى،
لأنه وجد أن دماغ الطفل الذي عمره 5 سنوات يختلف عن دماغ الأنثى أو الفتاة التي عمرها 5 سنوات، وكل منهما يستوعب المعلومة بطريقة مختلفة، فقال لابد من فصلهما وإعطاء كل نوع، يعني الذكر أو الذكور يعطون معلومات خاصة بهم حسب يعني ما يناسب طاقتهم، وكذلك الأنثى. وهذا مبدأ أيضا إسلامي نادى به النبي قبل 1400 سنة صلى الله عليه وسلم. سبحان الله وسلم. شكرا جزيلا للدكتور عبد الله على المعلومة الجميلة. كل خير. شكرا. هذا هو القرآن قد أنقذ الإنسان على الورى إحسانا بالذكر والدعوان يا مبصر الأكوان الذكر خير فتح الهوى.